اه طبعا استاذ حسام، عايز اخد رايك بس في الصوره الخاصه بحسام حسن وهو نازل وبيبكي استاذ زولو. هل هو حاسس ان مش عارف بقى بيبكي ولا بيمسح عرقه؟ يعني انا الحقيقه مش مفيش حد بيمسح عرقه في عينه، لكن لو بيبكي مفيش مشكله يعني. يعني فكره ان انا هداف وجاي من نادي وانا هداف وما بلعبش دلوقتي، ايا كان بقى. طبعا هو حسام بيلعب في نادي كبير. في حاجتين، الحاجه الاولانيه يعني فهمت حضرتك تقصدي، في حاجتين. في حاجه عند حسام حسن وانا يعني كرساله كده قلتها من فتره يعني في برنامج قلتها له، اللي هي فكره ايه، انت جيت على النادي الاهلي وانت فاهم ان النادي الاهلي محتاجك، لا غير الاصابه، يعني هتلعب يعني هتلعب. في النادي الاهلي مفيش الكلام ده، مش بيقولوا للعيبه كده يعني، انتوا كلكم اهو ثلاثتكم في النادي الاهلي. يعني انت جيت وانت حاسس انه ايه، يلا بقى مين هيوعى عشان حسام حسن جه راس حربه للنادي الاهلي. ده اخره شويه يعني، انتوا بصوا على تحركاته، انتوا لعيبه كوره ويعني شغلتكم يعني، بصوا على تحركاته اما بدا ياخد شويه مش مقتنع يعني. حتى ما بيلحقش يلعب، ده بيلعب في الدقيقه. انا بتكلم على البدايات يا كابتن، اول ما جه مثلا نزل، هو انت عارف التاثر ده بالنسبه له. انا اسف ان انا بقطع حضرتك. اتفضل. هو اللي هو متاثر بحته ان هو كل مباراه ينزل في الدقيقه حاجه و80. ما انا قال حضرتك، انا قلت لك في حاجتين، في حاجتين. الاولى نفسيا كمان، الاولى يا كابتن عند اللعيب ان هو جه مش عارف القوم اللي جاي عندهم حكايتهم ايه، والحاجه الثانيه هي دي الرسالة برضو اللي بنبعتها للنادي الأهلي، الجهاز يحتاج يتمط شوية عشان يبقى عندنا حد نفسي وحد مع الراجل، زي الراجل يبقى مدرب عام مع سامي. ليه بقى؟ لأن انت كان ممكن تلعب الراجل ده النهاردة بدري شوية. ليه؟ انت الماتش اللي فات قلت له انا عايزك، ده اللي انا عرفته، قلت له انا عايزك انت معايا انت هتلعب. لكن هو كمان النهاردة لو شريف ما بدأش يا جماعة يبقى بيخسروا فوريفر. لا وبعدين انت النهارده كسبان مكسب من بدري يعني. لا كويس. انا بتكلم على التشكيل. النهارده الشريف لو ما حط الشريف النهارده يبقى الراجل بصراحه ما بيفكرش صح. هو فكر النهارده. الحاجه الاهم من كده انه ده الدور او الفريضه الغائبه، ان انت محتاج الجهاز ده يتمط شويه بحد نفسي وحتى اسيست جامد كمان مع سامي. ليه بقى؟ ده الادوار اللي ممكن يلعبها مع بقيه، وانتوا عارفين ان الحكايه كلها بتبقى الزعله فين؟ في اللي ما بيلعبش مش في اللي بيلعب. وده اللي بيبرد الاوضه مع مدير الكوره طبعا، وانتوا عشتوا الفترات دي كتير. الاهم من كده انه فعلا زي ما الكابتن سمير قال في المستقبل يعني، او معنويات الاهلي محتاج مهاجم بقى شغلته مهاجم، ما حكايه شادو وسترايكر دي والقادمون من الخلف ما تعيش. انت عايز واحد زي ابو بكر فنزنت، عماد مت يعني، عارف بقى فلافيو حسن يا كابتن يعني. هو المطلوب يا ما ايوه انت حضرتك يعني فرق بقول لك، لا لا معلش انا مش هقاطع، اديني فرصتك هقول لك على حاجه. مش لا هم لقوه خلاص، محمد شريف ممكن يلعب على الطرف وتلعب حسام فروي. هم لقوه، احنا بنقول لحسام حسن مين بقى اللي يعمل ده؟ حسام حسن. بس خد بالك استاذ عصام قال لك مواصفات للعيبه معينه اللي هي البوكس اللي ممكن يكون قصده افريقي. يعني لو انا هجيب لعيب اجنبي في المنطقه دي بقوه ولعيب قوي، انت محتاج كده زي ما رحت جبت فيليكس. ما هو كابتن، ما كابتن اللعيب اللي هتجيبه يبقى قوي ان هو جاي يلعب، مش جاي دي الفراوده اللي في كل العالم كده. ايتو كان في برشلونه وهم بيلعبوا تيكي تاكا، لكن في ايتو واخد بالك، اما يقدر حسام يتطور، وانا حاسس انه عنده ده، عنده باور وجامد وجامد، يقدر هو يعمل ده. على فكره ضمن اضافه ستاف كمان او زياده الستاف، انه يبقى فيه نص ساعه ثلاث اربع مرات في الاسبوع كابتن شوتينج واوفرات. طب التدريبات التخصصيه كافيه؟ طب استاذ عصام، ان هو حتى لو بيتمرن هل التوقيتات نفسها كافيه؟ لا هي هتعدل نفسها يعني، هي الفرقه هتعدل نفسها. خلي بالك انت بتحارب في اكتر من جبهه، ما بين ناس مصابين عايز تجربهم، عشان كده ساعات الراجل بيحس ان في ناس ضده، مع ان كل الناس في الاهلي وجمهور الاهلي عايزه تفيده، فاللي بيرمي له نصيحه بدا يزعل. وبالتالي انا بقول لك انه مع فكت ازمات المصابين، وهيجي وقت الاهلي لازم يختار في السكواد بتاعه عدد محدد، والباقيين هم 11 كالعاده. لا انا بتكلم على القايمه، وهتبقى نقطه مهمه جدا لما المصابين يرجعوا، وهيبقى الصراع بقى زي زمان، زي افضل اوقات سكواد الاهلي. طول الوقت الاهلي عنده بطولات، لكن في اوقات السكواد اللي بره زي اللي جوه، طالما يشعروا بعداله الكوتش والجهاز، لانه في الاهلي المجلس ملوش دعوه مين يلعب مين ما يلعبش. اول ما بيعملوا كده واسال كمونه وابو الدهب وحضرتك حضرتها،
بيحصل ايه؟ بيحصل ان انت اللي بره بينزل يكسبك لو لعب 10 دقايق، اللي جوه يعني بيقطعوا الفانيلات مع بعض في التمرين طول الاسبوع عشان تسمع اسمك في ال11. تمام، ده اللي الاهلي رايح له اعتقد. يعني